إلى حد الآن لم يتم اتخاذ هذا القرار بالزيادة في الأسعار، وبالتالي ليس هناك قرار للزيادة في الأسعار. أولوية الحكومة كما قلت هو أولا دراسة جميع هذه الوثائق طبقا للقوانين الجاري بها العمل، لأنه عندما يتم دراسة وتحديد الأسعار يجب أن يتم بطريقة موثقة بالوثائق حتى نتبين من حقيقة هذه التكاليف. فبالتالي إلى حد الآن ليس هناك أي قرار لزيادة في الأسعار، والحكومة تركيزها الكلي في الضغط على التكلفة والضغط على التكاليف قدر الإمكان، وهذه هو الخيار الرئيسي والوحيد للحكومة. وبالتالي عندما يحين وقت مراجعة الأسعار فسيتم التصريح بذلك، ولكن إلى حد الآن الحكومة لم تقرر الترفيع في الأسعار، وما زالت تسعى إلى حلول تتعلق بالضغط على التكلفة، وقامت كما قلت بنشر وتتبع قضايا إلى كل من قام بالترفيع الأحادي في الأسعار.